لكن على المبادره بتاع النواب هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هل فعلا الديمقراطيه اليوم قادره على التصدي للانقلاب؟ هل قادره الديمقراطيه؟ انا ما درستش في بلادي بمؤسسات دستوريه ولا بمؤسسات لم يتم ولا يستكمل ترسيخها في البلاد، هل قادره انها تدافع على روحها امام وحشيه هذا الانقلاب الذي يملك الانياب والاظافر معناها في الاخير، معناها القوات الامنيه والعسكريه تحت امره القائد الاعلى للقوات المسلحه العسكريه والامنيه. بالفعل هو انا اقول اليوم الفرز الحقيقي، هناك فرز جديد بعد خطاب بعد المرسوم 117، يعني بعد الامر، سامحني عندك حق، بعد ملاحظه في طريقه لا نقابل طعنا محكمه اداريه، بعد الامر 117 اللي بمقتضاه الرئيس جمع كل السلطات وتحول الى سلطان، كما قال نزار قباني، قال ايها الناس لقد اصبحت سلطانا عليكم. خلينا نعطيك بيت خاطر بالحق، فاكسروا اصنامكم بعد ظلال واعبدوني. هذا ايش قال لنا قيس سعيد؟ انني لا اتجلى دائما فاجلس فوق رصيف الصبر حتى تبصروني، اتركوا اطفالكم من غير خبز واتركوا نسوانكم من غير بعل واتبعوني، واحمدوا الله على نعمته فقد ارسلني كي اكتب التاريخ والتاريخ لا يكتب دوني الى اخره الى اخره. مشي وقراوها القصيده رايح حلوه نتاع نزار القباني، معناها فيها وصف دقيق تقريبا كانوا حاضر معنا بالضبط شنو قاعد يعمل قيس سعيد، ويستنسخ الشخصيه الدكتاتور العربي وفي معناها، وماهوش بالزهر وانا نلقاو الاحزاب اللي مقيده على العنف نتاع الشرق الاوسط تساهم في دعم سي قيس سعيد به. فاليوم الفرز هذا سي قيس سعيد اليوم تحول الى دكتاتور، والديمقراطيه ليس لها اصدقاء. هاي المشكله وين؟ لانه الديمقراطيه لمده 10 سنوات لم تكون اصدقاء، وخلينا نقول ونكونوا صرحاء ايضا، الديمقراطيه المسار نتاعها لم يكن سهلا، لانه من اول نهار فما قوة مضاده، والقوة المضاده قويه، وربما بعد هيك التشبيهات تعرف اول حاجه صارت في النظام الديمقراطي شنيا في 2011 هو حل جهاز من الدولة. أول حاجة عملها قيس سعيد شنيا هي حل البرلمان وحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. سامحني والله هذيك عملها بالأمر حلاها معناها شدابرة جوريديك مش حل جوري ألغاها هو جبرها. ألغاها هو الدستور ألغى الدستور وألغى الهيئة، وقبل ذلك سكر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهو يرفع شعار مكافحة الفساد. معناتها شوف الناس تتبع فيه، شفت له السوبليمينال يسميوه، راهو معناتها يمشي هكا يلعبك الشعبوية، يعني ما عادش فما ريزونمون سي با بارازار، ماهوش بالحظ، وانه البلاتوات حتى الهيكة هبطتها لو كان فما 8% برك قاعدين فما مساحة نتاع نقاش، لأنه هي الشعبوية ترتكز على استبلاه الناس. فاليوم صعبة جدا، لأنه نعاود نقول لك الديمقراطية تونسي يقول لك أنا شنو استفدت من الديمقراطية، وجماعة قيس سعيد ايش قاعدين يقول؟ لازمنا نكسروا باش وهو نحكيه بصراحة سي عامر، إنسان ما في حلوش، إنسان قاعد يعيش في الظيم، يقول لك أنا شكون باش يخسر كان فلست البلاد؟ هاو اللغة التدميرية الخطيرة، باش يخسر الماركانتي، باش يخسر اللي عنده كرهبة، تقول له يدي راني كرهبتي راهو عندي 10 سنين ما بدلتهاش، يقول لك ايه انت عندك 10 سنين ما بدلتهاش، لكن انا ما عنديش كرهبه. وانت عندك كرهبه شقدوفه، انا ما عنديش بسكليت. انت تاكل في وجبتين في النهار، انا ناكل في وجبه واحده. يا مولانا راهو كي باش تعمل هكا، راهو مش انت باش تولي لبس عليك، راهو الكل باش نوريو ترورك. راهو ربما اللي انت ماكش فاهمه توا هاكا على الاقل تلقى في الدواء، غدوه راهو ماكش تلقى الدواء، علاش قريت لك انا بتاع نزار القباني اتركوا خبز اولادكم. راهو غدوه تونس. ماهيش باش تلقى باش تجيب ليسونس، باش تجيب المازوت، ماهيش باش تلقى باش تجيب القمح، ماهيش باش تلقى باش تجيب الدواء، معناها سي تري غراف، راهو الدينار باش يطيح، باش تولي ما عادش عندك باش تشري قوت يومك، حتى المصروف اللي كنت تعطي فيه لولدك البطال، راهو البطاله كانوا عندك بطال واحد في الدار باش يوليو ست، على خاطر الناس اللي روح فيهم سي قيس سعيد راهو باش يسكر المعامل نتاعها. واللي انت تسخير روحك عفريت باش تشمت فيهم، هاو كل واحد حط فلوسه في مكتوب. ما هو احنا معروف احنا كيفاش هي تو ليس زمه، ما هو ربي سبحانه حتى المطر حبس، اللهم عافينا يا رب.
احنا كيفاش نقيموها البلاد سي عام؟ احنا كتوانسة نقيموها ها نقول لك باش بشارع كارتاج الفلاح وقت وشارع الجزائر في صفاقس الفلاح وقت يهبط نهار السبت باش يتسوق هذيك هو اللي دور الدولاب تخرج الفلوس واللي باش يحرث اللي باش يشري الزريعه اللي باش معناه يداوي كي تولي انت البطاطا متكلف على الفلاح ما لا يقل على 800 فرنك تقول له نحبك تبيعها ب 500 وتعرف من بعض البؤس نتاع المشاهد هذه نتاع الفظاعه نتاع قيس سعيد وصل فك الفتره نتاع الوفوريه يعني خاطر توا راضت شويه يجي واحد بنادم يقف على الخضار يقول له زوز كيلو بطاطا يقول له مثلا 2000 يعمل لك يمد له دينار سيد الرئيس قال يقول له سيد الرئيس قال ب 500 الكيلو ايش ولات ولات البطاطا مفقود البطاطا تعرف قداش مو شهرين ايش نعمل انا كفلاح مع الزراحه البطاطا هكذا ولات متشائمين وزاره التجاره تسعر فيها قداش تكلف الزريعه نتاع البطاطا الهكتار كان يتكلف مليون توا يتكلف 6 ملايين الطرناطة اللي كانت بمليون ولات بثلاثة وياكل جاي اللي يعرفوا الفلاحة اللي يسمعوا فيا الماء ياكل تاكل ياسر ماء وتاكل اسمدة وتاكل معناها مدوات الكلفة ثمن الكلفة يا سي قيس سعيد ما قلت ما نعرفش الاقتصاد ها وبالقمع نفهموك شنو هي الحكاية يا ودي راهو هذاك عندها ثمن كلفة وراي الناس تتضارب الفلاحة مع وزارة التجارة باش التسعيرة تكون مطابقة للكلفة كي تجي تقول له راهو احنا باش نبيع بثمن الكلفه مع الزراعه انا البطاطا سهل ياسر نعم هاو بلغه الفلاحه كيفاش انا مع الزرع هاو فلوس رزق حلال يزيد احنا نقول هاو فلوسي في مكتوبي ونتفرج فيه كي تهزها البلاد الهاويه كملها بالكدا ودمرها انت والحشد الشعبي والى اخره واحنا هاو فلوسنا في مكتوب وكان طب ترضى هيك قاعده شنو باش يهزوها زعما هيك قاعده هيك هيك بس كوم سا انش على هذا المنوال في الحديد انسج على هذا المنوال في العلفه انسج هذاك علاش تسكالوب ب 20 دينار هذاك علاش العلوش ب 35 دينار ومازال باش يزيد يطلع مازال باش يزيد يطلع يعني الوهم اللي بيع فيه قيس سعيد راهو ما عندوش معنى هذاك علاش اليوم عندنا دور كنقطة نعاود نقول باش نفهموا للناس يا ودي راهي مش قضية شماتة ناحيه الشهاري نتاع النواب اللي هما كيف كيف 150 نائب موظفين قال لك احنا شنو هي التجويع هذا انا مانيش موظف والحمد لله معناها عمري في حياتي ما خدمت معاها الدولة وما نحبهاش ما نحبش الخدمة هذه لا في التعاقد معاها ولا في الوظيفة نخدم في مهنة حر لأنه يور دراسة نحب نخدم نحب نروح نرجع لكن ماهيش لاقي ظروف الناس الكل تتجوع 150 نائب يخمش ولاد الشعب هذوكا فنعاود نرجع راهي الفرز هو هل ستكون هناك دولة أم لا نعم. وذاك علاش اليوم تختفي الصراعات السياسية ونمشي وتوا الكلام اللي يقول فيه الأستاذ سمير واللي قاله الأستاذ زهير هو دور النواب النواب راهم منتخبين في انتخابات حرة وديمقراطية شاهد العالم بسلامتها وراهو موضوع البرلمان عندنا حساسية كبيرة كتوانسة للبرلمان لأنه من عام 38 يودي أول مظاهرة صارت ضد فرنسا طالبين برلمان تونس 9 أفريل هذاك اللي معناها كل عام نحيوه هي المظاهرة عملت نهار 8 أفريل وتعاودت نهار 9 أفريل لأنه بورقيبة قال تعاد المظاهرة لانه ما مات حد بورقيبه يحب يفك ساساني باش يحرج فرنسا جاء محمود الماتري الدكتور محمود الماتري الله يرحمه هكا ولا سلاح النهار الاولاني قال لهم برا روحوا او العريضه وصلناها للمقيم العام غدوه قال لهم مشى بورقيبه تغش عليهم قال لهم انا صوتي بحاح من شابه المظاهره غدوه الصباح عاود المظاهره وماتت الرجال وماتوا زواتنا وماتوا تساترا وتعاملت 9 افريل على برلمان تونسي شو معناه يعني برلمان تونسي لتحديد سلطه البي الحزب الدستوري اللي حكم تونس 100 سنة علاش دستور لتحديد سلطة البي الحزب الدستوري من الأول ما كانش طالب الاستقرار عمل عام 20 عملوه النخبة الشيخ عبد العزيز الثعالبي واللي هما الكريم شانتيي قال في العهد هذاك بتاع المجتمع والموحدين القليبي لتحديد سلطة الملك اللي هو البي هذاك علاش اسمه حزب الدستور اليوم أنت النضالات هذيك بتاع 100 سنة بتاع الحركة الإصلاحية بتاع الحركة الوطنية بتاع الحركه اللي حررت فرنسا هذو الكل تلغيهم وتنحي الدستور وتنحي البرلمان لمقاومه هذا الاجراء بتاع تنحيه البرلمان اليوم يلزم مقاومه يلزم مقاومه حقيقيه مقاومه وشو شكل المقاومه مقاومه سيارة. مستميته الشعب يضرب جوع ده كل شيء نعملوه اي معناها شيء المقاومه انتم حددتوا اليات المقاومه باش توصل للعصيان المدني انا ما فهمتش علاش نخلص اداء في دوله مارخه نعم
انا اليوم عندي وزير ماليه ما عنده حتى صيف، مع كامل احترامي له، بالصحه لا امر بتاع توظيف اجباري لا عنده صيف، وهو تو باش يخرج لنا قانون ماليه على كيفه. انا من تو نقول لك هذا، انا نطلب عدم تطبيقه، لانه بنا صيفه تعمل في قانون من غير ما تشاور مع نواب الشعب وما غير معاه قانونية قانونية الآلية اللي قال عليها سمحت راح قال عليها كبير الاتحاد اليوم البيان بتاعه هو إعلان نوايا، لأنه الاتحاد مش سهل مش دور هكا كيما الظل يمشي بالطرف بالطرف. الاتحاد أنا حيين وقالها عياض الليلة هذه سيصل إلى الإضراب العام. نعم سيصل إلى الإضراب العام، والقلعة النضال كيما الاتحاد ما تلعبش معاها راهو اللعبة هذه. نعم. تحب تعمل وحدك وهو باش نعمل أنا واحد، ودي قريته المشروع بتاعه هو عامل توا حملات تفسيرية، يحب يعمل كل عمادة طلع واحد. أولا برنامج جديد عنده فكرة هايلة، برنامج جديد اسمه المجلس الوطني التشريعي، هذا يفسرون اللينين كما السوفيتات زهير متاع باكونين، يحب كل عمادة يطلع واحد وبعد في المعتمدية يقعدوا مع بعضهم ويعملوا قرعة، يعملوا قرعة ويخرجوا من كل معتمدية واحد، وهذوم يكونوا 270 نائب في مجلس النواب، معناها كما معتمدية في منطقة نائية عندها 10,000 ساكن كيما مثلا المنيلة اللي فيها 150,000. نعم باي سامحني، واللي ما في بالوش بيه سي قيس سعيد هاو نعطيهم بشرة للجماعات، وهذه تعرف شكون باش تطلع ولا هي باش تطلع حركة النهضة اللي انا ضدها ومنافس سياسي بالنسبة لي، لانه اكثر الاحزاب حضورا في التشر هذوك هي حركة النهضة. وهو كيرجع للانتخابات هاكا عندك اللهم باش يعمل تعسف باش يجي يعمل قانون اقصاء، وهذا اللي قال عليه الدكتور منصف مرزوقي، لانه الدكتاتورية راهي عندها اليات، الموضوع ماهوش باش يمشي معانا هو مش خارج من جامع الزيتونه، هو الحشد الشعبي بتاع قيس سعيد ماهوش جاي معناها باش يطبق الاخلاق والحميده والمبادئ العداله والانصاف، هو باش يقدم الظلم والجور، سيكون هناك اعتقالات عشوائيه، مازال هذا الفلاقه التقطيقه مازال الفلاقه، ستكون هناك اعتقالات عشوائيه، ستكون هناك اغتصاب، سيكون هناك اقصاء من الحياه السياسيه، سيكون هناك هرسله، سيكون مصادره للاملاك، سيكون معناها الشيء اللي ما تتخيلوش في بالك. نعم في ارض الامن. خليني نسال صراحه من فات انت بالضبط معناها باش تراه في تونس. نعم سامحني علاش نقول لك الكلام هذا؟ لانه المؤسسه الامنيه والعسكريه قاعده على الحياد. وانا نفهمها، يقول لك انا علاش ندخل معاكم في العركه انتم سياسيين؟ انا اليوم علاش مش في قلب العركه هما المؤسسه الامنيه العسكريه؟ هو اليوم المعركه مع الراي العام. وانا لهنا من المنبر نتاعك نقول لك راهو المعركه يا عباد الله راهي مع الراي العام. انا مريت حتى نقد ذاتي ولا مراجعه صارت من الاحزاب السياسيه كما قال سي زهير، معناتها ريناش انت اليوم في البلاتو هذا ما فماش عنصر معاه، اما راهو راهي المنظومه قبل 25 لم تكن في احسن حال. نعم نعم انا متفاهم هذا فيه سي واحدة. هل اليوم هناك عمل جدي لانه الراي العام حقيقة يتقنع من الفاعلين السياسيين؟ نعم برا عملت مظاهرة سيدي ونعاود نعمل لك سونداج نلقى قيس سعيد طالع، علاش؟ وبالعكس باش نزيد بعد باش تولي فما حاجة ما أخطر، يقول أنا راه حاولت واللوبيات ما خلونيش. نعم فلابد من عمل جدي ولابد من تغيير حقيقي، مع العلم وأنه قيس سعيد راه وجوده من المشكل لازم نفسروا للعباد، راهو ترذيل المشهد هو ترذيل ممنهج. نعم. راهو من اللي جاء اول نهار هو رافض الديمقراطيه التمثيليه. واضح. راهو هشام المشيشي خليني نتواجد سي سلاح. واضح سي سلاح انت موافق